المرجئة اللي نعم في باب وعيد الله، في باب وعيد الله بين المرجئة، هذه مسألة الكفر والإيمان لأصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر من أهل الإيمان، فمن حصل منه كبيرة دون الشرك، كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك، الخوارج كفروه وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر، يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. يستدلون بآيات من القرآن، آيات متشابهة لا يردونها إلى الآيات المحكمة، مثل قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا وأنه كافر، فيكفرون السارق والزاني وشارب الخمر، كل مرتكب كبيرة يكفرونه ويخرجونه من الإسلام ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. هذا مذهب الوعيدية. لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر وأنه يغفر ما دون الشرك، يدخل في ذلك جميع المعاصي، هذا وعد من الله جل وعلا. هذا أخذ به الوعيدية، أخذ به المرجئة، أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كذا يقولون، هؤلاء هم المرجئة، سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أرجعوها يعني أخروها، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب